أشك أن المنطقة الآن في الخليج العربي ودول مجلس التعاون تشهد طفرة كبيرة في مجال السياحة وزيادة عدد الزوار إلى المنطقة، ونرى كل دولة من دول الخليج تبذل جهود كبيرة في استقطاب السياح وتنشيط السياحة لديها، وهذا التنافس الصحي هو نشاط تكاملي بين دول مجلس التعاون يهدف إلى جذب عدد أكبر من الزوار والسياح وإبراز هويتنا الوطنية ومواردنا الطبيعية والسياحية أمام الجميع. نتبع الآن في قطر للسياحة ومن خلال ذراعها الترويجي أو التسويقي فيزت قطر في تنشيط القطاع الخاص في مجال السياحة والتعريف بمقومات هذا القطاع والفرص الاستثمارية المتوفرة الآن، خاصة في زيادة عدد السياحة التي تصل إلى الدولة، ونقوم بتشجيع هذه الشركات من خلال تزويدهم بأحدث الأرقام وأحدث الخطط والرزنامة المتنوعة لدى قطر للسياحة والجهات المختلفة في الدولة. فتلاحظ هناك تغير كبير طرأ على هذه الرزنامة، صرنا نشوف أشياء جديدة ممكن ما كانت تقام في السابق عندنا في قطر، وقمنا نركز عليها وتكون حرصنا أنها تكون مستمرة طوال السنة لتوفير هذه الفرص للجميع، وهدفنا طبعا السوق المحلي في الأساس اللي هو أساسنا.